الأمور المتعلقة بالاعتداءات عندنا في المنطقة هي اعتداءات بالغالبية اعتداءات على أساس يعني أمور سكن، الناس تحتاج إلى سكن. المواطن لأي قطعة أرض لديه يقسمها إلى مربعات سكنية ويوزع ويبدأ في البيع على أساس يستربح منها، يعني باب الربح، وهذا كله يجي على حساب الآثار. مدينة شحات طبعا تعرضت لكثير من الانتهاكات، وخاصة في الفترة العشر سنوات الأخيرة اللي هي فترة قيام ثورة 17 فبراير. فنذكر منها على سبيل المثال هي الكتابة على المباني الأثرية والكهوف، وكذلك رمي القمامة طبعا من قبل الزوار والسياح. أيضا هناك عملية الحفر العشوائي التي كانت تعاني منها المدينة، وخاصة في المواقع الأثرية التي هي بعيدة عن أعين رجال الأمن وبعيدة عن المدينة.